طبعا احنا دلوقتي اهو حصري لقناه الاهلي، كابتن محمود الخطيب مع اللعيبه وهم رايحين ان شاء الله باذن الله ملعب المباراه. كل ده بيرفع من الروح المعنويه وكواليس كبيره جدا 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 لقناه الاهلي، وزي ما عودناكم قناه النادي الاهلي دايما معاها الحصري، دايما معاها اللايف او المباشر من الحدث نفسه، ومع فرقتنا في كل الاحداث وكل البطولات سواء محليه افريقيه عالميه. طبعا زي ما شايفين الكابتن محمود الخطيب برغم ان هو ما كانش مسافر من الاصل، ولكن هو صمم انه يسافر ويلحق بالبعثه، وبصراحه يعني مش عايز اقول ان ده بيحسس اللعيبه ان فعلا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده نجمه الكابتن محمود الخطيب وراهم في كل حته، حتى وان كانت الظروف صعبه، حتى وان كان بيمر هو ببعض الظروف الصعبه، ولكن كابتن محمود الخطيب صمم انه يبقى مع بعثه النادي الاهلي ومع فريق النادي الاهلي في الحدث المهم ده. ده يمكن زي ما بقول لحضراتكم انجاز كبير جدا 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 للنادي الاهلي. صعوبات كلنا عارفينها، النتيجه متقبلينها، في مكسب ان شاء الله، في تعادل، التعادل مش موجود النهارده، ممكن نوصل لركلات ترجيح الهزيمه، بس احنا نعمل اللي علينا، لان معنى تواجد النادي الاهلي في المحفل العالمي ده كاس العالم للانديه يبقى النادي الاهلي في طريقه الصحيح كالعاده. احنا ابطال افريقيا، احنا الفريق المصري الوحيد اللي بيشارك في مونديال الانديه، الفريق المصري الوحيد على مدار السبع مرات او الست مرات اللي فاتوا، واحنا المره دي المره السابعه، الفريق الوحيد اللي بيمثل مصر وبيمثل افريقيا المصري النادي الاهلي. ماتش النهارده صعب جدا، ظروف صعبه جدا اتكلمنا عليها وهنتكلم عليها كمان، لكن احنا واثقين في رجاله النادي الاهلي، واثقين اهو شايفين حضراتكم مستر موسيماني مع الكابتن محمود الخطيب بيكلموا، اكيد طبعا بيدعموا قبل المباراه، وطبعا زي ما شفنا من شويه كان علي معلول وبقيه اللعيبه داخله ان شاء الله على الحافله اللي هتاخدهم على الملعب باذن الله. باذن الله كلنا ثقه في اي حد يمثل الاهلي. في مقوله بتقول ان الاهلي بمن حضر، بس مش معنى كده ان احنا مش مقدرين الغيابات، لا مقدرين الغيابات، ولكن واثقين في ان اللعيبه لما تنزل الملعب هيبقى يعني مش هننسى بقى ان مين غايب، او مش هنقول مين اللي غايب ومين اللي مش موجود، ولكن هيعملوا اللي عليهم وزياده. اي حد بيلبس الفانيلا الحمراء بينزل الملعب بيموت نفسه عشان خاطر الفانيلا اللي هو لابسها، عشان خاطر النادي الاهلي، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، عشان خاطر انتمائه للنادي الاهلي. هو مش مطلوب من اللعيبه النهارده غير الاجتهاد وبذل اقصى جهد، والتوفيق ده بتاع ربنا. زي ما قلنا مباراه صعبه جدا في ظروف صعبه جدا، لان النهارده بنتكلم عن تقريبا فريق كامل غايب عن النادي الاهلي. طيب خلينا نقول لحضراتكم التشكيل عشان نشوف مين اللي هيلعب النهارده والغيابات. اهو الكابتن محمود الخطيب بيطمن على كل كبيره وصغيره قبل ما تروح البعثه او قبل ما يروح الفريق لملعب المباراه. خلينا بقى في التشكيل، هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، رامي